مساء الخير، ما رضا الله إلا برضا الوالدين. ذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. ذكريات أيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. مساء الخير، ما رضا الله إلا برضا الوالدين. أرجو رضا السادة المشاهدين. هذا المساء نحييكم من توزر، طبعا تحية لمجموعة سهام بالخوجة، هذه المجموعة التي ترافقنا حتى توزر الساحرة. وآخر لقاء تلفزيوني من خارج العاصمة كان في توزر، كان منذ 6 سنوات، ونجم نقول بكل تواضع أنه اللي وجدناه بعد 6 سنوات هو يقاس بآلاف السنوات، إيقاعها سريع، ولاية توزر وسهرية الفضائية في توزر. لماذا؟ أولا لأنه مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية من خلال السيد رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ فتحي الهويدي ارتأت أنه استعدادا للسنة الجديدة أن ينطلق التلفزيون إلى الجنوب التونسي. زميل حاتم كان في قبلية السبت الماضي سهرية الفضائية هذا المساء في توزر، أولا لأنه مهرجانات دولية في قبلية وفي توزر، هناك المهرجان الدولي للوحات الذي يكبر وحجمه يكبر وستبينون ذلك هذا المساء. ثم حبينا باش استقبلنا لسنة إدارية جديدة 1998 يكون في طعم وفي لذة ما اشتهرت به توزر. دقلة النور، إن شاء الله عام سعيد، إذن وإن شاء الله رمضان مبارك. لن أطيل أكثر، نحب نحيي فنانة شخصيا حبيتها أكثر، عزيتها أكثر، أنها تأتي من القاهرة إلى توزر لتلتقي من خلال جسر توزر وهنا في هذا الفضاء الجميل مع جمهورها اللي هو في انتظارها. هي كبرت عربيا واحنا كنا متأكدين بأنها ستكبر أكثر فأكثر، وصورتها كبرت هذا المساء. نحب نستقبلها بالحب اللي حملته لينا من القاهرة إلى تونس، الفنانة النجمة ذكرى محمد. شيء سبني وراح، ما بقى
حياتي من جديد وكأن عمري ما عشتها، كأن عمري ما عشتها. مين ده اللي يرضى بغربته ونوبلته سكت رجوع؟ مين ده اللي ينسى فرحته دي الفرحة بتنسى الدموع؟ نوابلته سكت رجوع. من ده اللي ينسى فرحته دي الفرحة بتنسى الدموع. الجرح صعب فأوله والليل طويل، الليل طويل والشوق هوان، بس النهار لازم يبان، بس النهار لازم يبان. كلمتك الأولى ساعش تقول الجمهور التونسي بعد هالغياب والانطلاق العربي، وأطلالتك الأولى التلفزيونية الآن بعد انطلاق العربي ذكر. أولا نقول لهم إن شاء الله عامهم مبروك جديد، وإن شاء الله رمضان سعيد عليهم، وأنا فرحانة طبعا وأني نلتقي بهم مرة أخرى من خلال التلفزيون اللي بدينا كلنا منه، و ان شاء الله يا ربي نحاول نسعدهم بالجديد باللي جبتوه باللي عملتوه، ولك انت التحيه الخاصه طبعا، اتحت لي فرصه وفرصه جميله جدا، وعلى فكره ديما نشوف فيها سهريه. الحمد لله يا رب. لا لانك جيت من القاهره المطار تونس قرطاج دولي، من مطار تونس قرطاج دولي ركبت طيارة أخرى، جيت لتوزر، من توزر نزل دار شريط للسويت للاستوديو. للاستوديو. ما أنا ما شفت شيء في توزر. لا بصراحة. مشيش لشبيكة، ميداس، تمغزة. لا. عملت جدورة. ما نعرفهمش، من طيارة لطيارة للسويت الهونية. ريت شوية. أي شوية. ما مشيتش لشبيكة، تمغزة، دقيش. لا يا ريت يا ريت يا ربي ان شاء الله. تو تو يلا. Thank you.
اشتريت تبعت حال ما اظنش يبدأ عندك الوقت الكافي باش تمشي. شفت باللي خساره. به ذكرى. نعم. هالمشى للقاهره وهالانطلاقه العربيه كيفاش جات الحكايه؟ هو الانطلاقه العربيه ونتصوروا انه حلم يراود كل فنان عربي. قديش فكرت انا في الحكايه لكن ما كانتش الظروف يعني سامحه او سانحه ان صح التعبير. لما جيت الفرصه واني نتحول الى القاهره ما جيت كانها فجيه معناها في نهايه الامر ما ظنيتش دعايه وحمله وهلم وهني لا شوالي باش نعمل عليه هذه تعودنا بها اللغه تقريبا عند الوسط الفني يعني. ما عملتش هكا خاطر المهم النتيجه مش هاني ماشي هاني ماشي هاني ماشي. أما الحظ عكسك برشا في وقت ما. يعني ديما نقول أنا مكتوب. مش عم نقول أكثر من كتبة ربي. تقولها باش تبرد على قلبك أما. ممكن. تو تقولها هكا باش تبرد على قلبك لكن. ممكن. يعني أنت في جيل لمينة فاخد في جيل نتاع مجموعة كبيرة نتاع أصوات جيدة صوفيا الصادق أيام عبد الرحمن العيد ياسين العيشي. مجموعة كبيرة تبارك الله صلاح مصباح شكري بوزيان شكري بوزيان جون غابير شكون آخر برشا رحلة مع الفرقة القومية سفري شو باش نقول لك والله هو سفري راه ربي هو اللي قسمها سبحان الله معناها ثم دعوة صحيحة جاتك نتاع ربي قوي يساعدك أمي دعت أمك الله يرحمها هي دعت أكيد والا التوفيق النتيجه اللي وصلت لها بالنسبه لي انا نتيجه عاديه يعني انك تولي نجمه عربيه هذا من حقك ولا نقاش فيه يعيشك يعني ومش مجامله هذايا نعرف انا مره قابلت في مهرجان الغناء العربي في نوفمبر اللي فات في ابو ظبي حلمي بكر يقول لي من اهم الاصوات العربيه ذكرى وصوت ذكرى وذكرى وذكرى به كيفاش كانت الانطلاقه في البدايه خاطر جات بعدين بعد هاني مهنا هاو تعاركوا هاو تخاصموا هاو محاكم هاو مشكله هيك هربت عليه هاو هرب عليك ولا كيف احكي لنا الحكايه شو وقع اللي وقع بالضبط نحكيه بالتفصيل لا مش بالتفصيل ماك تعرف الوقت اللي وقع بالضبط ما كنتش ماشيه لهاني والله يعني ماشيه مثلا كما تقول انت واحد يجرب في حظه قابلت ناس قابلت برشا مسؤولين شركات يعني ناس ماسكين شركات في مصر شركات انتاج وسبحان الله ديما نقولها وجاني عرض يقولوا لي امشي لهاني مهنا ورفضت ما حبيتش نمشي وبعديك الدور الايام ونمضي العقد مع هاني مهنا سبحان الله ما تعرفش على الدنيا كيفاش قعدت شهرين او ثلاثة شهور يعني في مفاوضات مع شركات اخرين ورسى الموضوع على هاني مهنا العقد مع هاني مهنا شو يقول العقد مع هاني مهنا شو يقول هي حكايه بسيطه جدا يقول انه هاني مهنا لازم ينتج شريطين في السنه الواحده باه واضح عمل له حياتي عندك قعد عامين باش نعمل له المفروض انه العقد يعتبر لاغي وهكا كانت وهكذا كانت القضيه هو طبعا ما استحسنش الحكايه بيان سور نعم به اذا انطلاقتك كانت بنجم نقول الالبوم الاول وحياتي عندك طبعا وحياتي عندك وما ننساش برضو فضل هاني عليا اوقف معايا في وحياتي عندك ربما الظروف ما نعرفش الحاجات ممكن انا ما نعرفهاش خليته يكون بطيء في الاستمرار وأنا كنت حريصة جدا على أني نستمر فحصلت المشكلة لكن ديما نقولها فضل هاني مهنا كبير عليا وقف معايا برشا في وحياتي عندك بصراحة نعم ولو أنه الدعايات والإشاعات قالت أنه ذكرى محمد جاءت لضرب سميرة بن سعيد بعد طلاق سميرة بن سعيد لا لا لا, لا 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 أعوذ بالله أنت تعرف صديقتي بسميرة ما نعم. ما قيل وما روج يعني طبعا هو